الأمير بندر بن سلطان زار مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي، والتقى رئيس الديوان خالد العيسى ورئيس مركز الدراسات سعود القحطاني. الزيارة التي استمرت 12 ساعة تخللتها محاضرة سياسية أمنية لمدة 4 ساعات. سمعتها اليوم وعايشتها. الآن واحد يقدر يقول الحمد لله، الآن يرتاح الإنسان ويعرف أن البلد مستقبلها. الله يوفقكم، وما تتصوروا قديش أنا سعيد اللي جيتكم اليوم وسمعت إجازات المسؤولين. لكن أنا أعطيكم ثمرة وطنية تخليني فعلا أروح لجدتي وأنا مرتاح. هذه الليلة أحلى ليلة مرتاحة. أنا شاكر ومقدر لكم كلكم، بس حبيت أنكم تعرفون هالشيء مني مباشرة. وإنه شيء فعلا يرفع راسكم.